يلا يلا يلا. بعتذر مو قدران اشوف الكيس. اسري. القصة بإيدك، قدامك خيارين بس ما قالون تالت. يا بتخبرنا بكل شي بتعرفه، يا أما بتجهز حالك لحتى تشوف وش ربك شخصيا. أنا ما 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 بعرف عنهم شي، ما بعرف. امشي ولا ما بعرف. امشي. شو اللي عم شوفه قدامي هاد؟ معقول كل هالسلاح هون بقصر تاجور؟ هدول الناس كانوا جايين مع العريس، كلهم كانوا معه، هالشي معناته في هون. احتمالكن عجبتك او لا؟ يعني مثل مو شايفة كل شي صار بسرعة وما حدا منا قدر يفكر بشي. اكيد انت من يوم يومك كنت تحلمي انه يجي شي امير وياخدك معه لمكان بعيد، يعني قصدي مثل كل احلام البنات، وفجأة أنا أجيتك هيك. بدي أعرف يا
إذا بتشوفيني. شب عادي وأميرك. على كل خليني خبرك عن حالي، أنا متعلم ومعي شهادتي وبشتغل بوظيفة منيحة كتير. بحب أكل كل شي حد. وكمان المعجنات والحلويات وكل شي طعمه حلو. ولا تضحك علي بس بحب كتير اشرب تمر هندي ما ملح. عندك مشكلة؟ يعني فيني استغني عن كل شيء؟ يعني بفهم من سكوتك انه انا عاجبك؟ ليش ساكتة؟ بترجاكي احكي ولو كلمة واحدة؟ إذا كنت عاجبك أحكي شي. أنت إنه كمان يا ترى أنا عجبتك شي؟ أنا ما بعرف أقرأ وأكتب كتير، بس ماشي الحال، يعني بمشي حالي شوي، لأنه بصراحة ما بقى، رحت على المدرسة بعد الصف الخامس، ولعلمك أنا ماني شايفة أبعد من ضيعتنا. أهلي ماتوا لما كنت صغيرة، وعمتي وعمي هنن اللي ربوني وصرفوا علي، كانوا إلي أم وأب عن جد حقيقيين، حاولوا يعوضوني عن أمي وأبي اللي ماتوا بكير. وبس، وأنا كمان يتيم مثلك، ما عندي أهل، ولهيك أنت إجيتي لتنقذيني ولحتى نكون عيلة واحدة وتكوني حبيبتي وشريكة عمري ورفيقة دربي كمان. شو رأيك؟ حابب كل واحد منا يعوض التاني عن عيلته. قبلان نكون لبعض ونكمل حياتنا سوا. قولي، أنا كتير حابب هالشي. فارو الاسم اللي بينادوا لك فيه. بس حابب نادي لك فارفاتي. حابب لك فارفاتي.
قدير بعرف انه انت سمعت، ما هيك؟ سمعت شو قال فارون هلا؟ هو طلب مني انه نعود بعضنا ونضل سوا على طول. قال لي ما حدا بالعالم بيعرف هالحكي الا انت، لانك ساكنه بقلبي وحلم حياتي اعمل عيله معك، عيله تحمل اسمي وبيت إلنا لحالنا، رح تكوني شريكه حياتي. قال انا متوتر لانه بعمري ما كنت مبسوط. قال لي انه انا اعطيته كل شيء بيتمناه بحياته الواحد دفعه وحده، رح دلل حالي ورح جيب خزانه كبيره ولونها ازرق كمان، ومو بس هيك مع مرايه. ما بعرف اذا رح يكون في عندي تياب جديده. يا قدير تحملي فارون وتساعدني لحتى اقدر احمل اسمه شي يوم. مبين انه انسان لطيف وحنون كتير، وانا حبيته كتير كمان، لهيك يا قدير ساعدني لحتى نكون لبعض. انا بوعدك اني رح ضل رفيقته وشريكته بكل حياتي، وهو رح يكون رفيق دربي. بعدين انا حبيت اسمي كتير منه لما كنا اليوم واقفين سوا على التراس، كان كتير لطيف وخلاني عن جد حب اسمي. ايه عن جد كتير حبيته. بس ما بعرف اذا رح نقدر نكون سوا لاخر العمر مع بعض، لنعيش على طول بسعاده. وانا في عندي طلب كمان، انه فارون يضل يحبني هيك لاخر حياتي، ونضل دائما طول عمرنا كانه هلا حبينا بعض. لا لا ما بعرف شيء، اي شيء صدقني يا استاذ، معني شوي انا ما بعرف شيء، ما بعرف خلص واقف استاذ، خلص. لا تكذب وقولي لحالك شو بتعرف، يلا احكي. انا ما عم اكذب سيدي، صدقني انا ما عم اكذب، انا رجال ساده وعم بحكي الحقيقه. سامحني دخيلك، ما بعرف شيء دخيلك. حاج بكفي، ليه ما عم تصدقني؟ انا ما بعرف شيء استاذ، بوس ايدك تفهم، انا ما بعرف اي شيء، شو بدي اقول؟ دخيلك تصدقني بترجاك، انت واحد ساده ما هيك؟ دخيلك تصدقني بترجاك ما بتعرف شيء، ما بعرف اي شيء عنك، اقول صدقني ما بعرف اقول. قدير استاذ بترجاك بترجاك. شكلنا هالمرة جبنا الشخص الغلط. دخيلك خلص استاذ، خلص بكفي. انا رجال معروف باخلاقي، والقدير يا سيدي بعمري ما عملت شيء مو منيح ابدا. انا ما ضل معي طلقات، معك انت؟ كم وحدة بدك؟ واحد مثله حقه رصاصة واحدة. لا 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 تقتلني استاذ القدير، انا صادق بحلف لك بالقدير اني صادق بكل شيء قلته. دخيلك لا عبي المسدس واوصوا براسه مشان ما يتوجع استاذ كتير. استاذ القدير ما عم اكذب، بحلف لك ماني عم بكذب استاذ. ولما بتوصوا انتبه، لانه دماغه الوسخ رح يصير 100 شقفه. استاذ استاذ لا لا انا مو كذاب. قتله بعد ما تخلص منه، لا تحرقه منشان ريحته الوسخه تطلع. استاذ استاذ لا 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 دخيلك ما تقتلني. يلا استاذ خلاص استاذ. لا 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 يا عم دخيلك صدق. وصر يعني قول الصدق، قول الصدق. عم قول الصدق صدقني، عم قول الصدق القدير، عم قول الصدق. احكي لأشوف، هي كل الحقيقه، ما بعرف شيء ولا لا. استاذ لا تقتلني، دخيلك عم قول الصدق استاذ. لا 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 دخيلك عم قول الصدق صدقني. شي حلو، وهي اجت عروستنا. لا تخافي، أنا ما بخوف حدا، ما في داعي تخافي.
أنا بالعادة بخوف رجال بس مو أكتر. اسمعي، عريسك عن جد لقطة، والحقيقة أنه محرز كتير، ولهيك خليني أعلمك شلون ممكن تستعملي عقلك لتخليه يجيب لك أي خاتم إذا كنتي حابة تلبسي. لكن بالدنيا اللي عايشين فيها في 4 أنواع من النسوان، بينما الرجال بالعالم كله هن بس 3 أنواع. النوع الأول من الرجال اعتبري ولد، بيخاف من المسؤولية وآخذ الحياة مزحة، هدول عطيهم الحب يضلوا معي. بس النوع الثاني منهم اللي بيكون متعلق بأمه، يعني مثل المرض، بيحب يلاقي وحدة مثله تماما. ولعلمك ما في فرق بين أول وتاني نوع، مثل بعض. يعني الأول بيحب يلعب لحاله والتاني بيحب يلعب مع أمه، يعني نفس الشي. وانتبه منيح إنك تتجاوز الخطوط الحمراء، إياك تجيبي سيرة أمه قدامه شو ما كانت عاملة، يعني لا بخير ولا بشر، لأنه بيصير مثل المجنون وما عاد فيك تسيطري عليه أبدا. لا تنسي هالشي، أكيد فهمتي علي منيح. في وسيلة تانية للتعامل فيها معهم ممكن تفيدك كمان، هي إنك تاخدي دور المرأة المسكينة وتبكي لكل سبب. طريقة نافعة، إذا بكيتي قدامه شوي بيقلب مثل الولد الصغير. هو النوع الثالث؟ كتير حلو، برافو عليكي، معناتها مركزة معي منيح ومهتمة بحكي. ما علينا، النوع الثالث مثل الحيوانات، يعني ما بيميزهم عن الحيوان إلا قلوبهم. بس لعلمك إنه هذا النمط من الرجال ما بيهتم بالقلب أبداً، ما بيهمه غير العنف وقسوة القلب، حد مثل السكين، يعني ما بيرحم أي حدا من اللي بيغلطوا معه. قلبه ما بيعرف شو هي الرحمة أبداً، ما بيأثر فيه لا الحب ولا حتى دموع كمان، مثل جوزي رودرا. بس أنت لا تخافي ولا تفكري بهالنوع، لأنه جوزك مو حيوان، إنسان. بنتي تعي لهون، تعي 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 لهون. شو ما نطق؟ كتير المعلومات مهمة وخطيرة يلي نقالت سيدي، هو فضح كل شيء. خير تاغور؟ شو في؟ ولا شيء. بنتي في أي شيء حابين تقولوا لي إياه مشان العرس؟ أنا بعرف إني خليت كل شيء يصير هيك بسرعة، ما طلبت رأي حدا ولا حتى سألت. بس بصراحة في إلكن عندي خبر مو منيح، ما بعرف شو اللي ممكن أحكيه، بس الحقيقة إنه صار في مستجدات، وهالمستجدات للأسف ما راح تخلي العرس يصير بكرة. أكيد شو عم تقول؟ ايه، لهيك العرس رح يصير اليوم. ايه اليوم، واذا في اي شيء بس تأجور نحن. ايه بعرف طبعا، بس يا ريت توثقوا بقراري اللي اخذته وتوقفوا معي، ما بدي منكم غير انكم تثقوا فيني بيلي عملته مو أكتر.
ما بخفيكم انه في اخبار اجتني انه رجال البي اس دي رح يهاجمونا ويخربوا العرس اليوم. كيف بدكن مني اسكت؟ ما رح اسمح لهالشي يصير. مستحيل يتركون يخربوه او يموت حدا بسببنا نحن هون. بس يا سيد تاغور، كيف بدنا نلحق نساوي كل التجهيزات بهالوقت القصير هاد؟ لا تاكلوا هم اي شيء ابدا، كله رح يكون تحت اشرافي انا. بارو معنا بنت اخوكي وبس، هي بنتي انا كمان. لهيك جهزوا حالكم كتير منيح، انا قررت والعرس رح يصير اليوم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.